تجربتنا لليوم نبدي بريش الأوفتري ستيوري كبر وان سلفيت. هدف تجربتنا اليوم إنه نحضر كومبلكس بالميتال الموجود فيه بيكون يمتلك لو أكسيديشن ستيت توزيع الإلكتروني للكبر زي ما إحنا شايفينه قدامنا، والأكسيديشن ستيت الموجود عندنا بلس 1 وبلس 2 وبلس 3. أول إشي البلس 1 بيكون عندنا كلرلس، هي توزيع الإلكتروني بيكون دايا ماجنتيك. دايا ماجنتيك معناها إنه أنا ما في عندنا الكترونات مفردة بهذا المركب الايون، بينما الكبر بلس 2 رح يكون لون بلو. بيكون عندنا باراماغنتيك، باراماغنتيك يعني في عندنا الكترونات مفردة. هلا اللي بدنا نعرفه انه الكبر بلس 2 مور ستيبل ذان كبر بلس 1 ان اكيوس سوليوشن، طبعا هذا بسبب الدي دي ترانزيشن. هلا الاستراكشر للكومبلكس اللي بدنا نحضره زي ما احنا شايفين الكبر، طبعا هون ما بتظهر الشحنات بس انا حطيت لكم اياه عشان تعرفوا انه الكبر بالكومبلكس اللي معنا بلس 1 الاكسيديشن ستيت لإله. فاذا هاي البلس 1 وهي البلس 1 شو بنتج عنا؟ كانه المركب هون بلس 2، فانا بعادلها بالكاونتر انايون الاس او 4 ماينس 2، فبصفي عنا الكومبلكس ما بيمتلك شحنه. الكومبلكس اللي بنحضره لونه وايت، فعليا شكل الكومبلكس اوكتاهيدرال، وراح يكون عندنا اذا اشتغلنا على جهاز الماجنتيك راح يكون عندي دايا ماجنتيك. الليجند الموجوده عندنا اللي هي الثيوريا، هاي شكل الثيوريا، بنلاحظ انه انا الثيوريا فيها عندنا سلفر وفي عندنا فيها نيتروجين. نيتروجين كل ذره منها بتمتلك زوج من الالكترونات غير الرابطه، بينما السلفر عندنا زوجين. فهلا انا بدي اعرف انه انا اللي صار الارتباط الليجند مع الميتال عندنا من اي ناحيه، من ناحيه النيتروجين ولا من ناحيه السلفر، وكيف بدي اعرف ذلك عمليا؟ عمليا بالمختبر بنعرف من خلال جهاز الاي ار. تفسير هذا الاشي انه انا الارتباط راح يكون عندي من ناحيه السلفر مش من ناحيه النيتروجين. ليش؟ لانه عندنا السلفر كود باي دونر، بينما الكبر عندنا سترونج باي اكسبتر. فالسلفر عندنا في عنده اتنين زوجين من الالكترونات غير الرابطه، والنيتروجين زوج واحد. فاذا عشان هيك بترتبط الكبر من عند السلفر لانه عندها رغبه كبيره باكتساب الالكترونات غير الرابطه، تكون بحاجه للالكترونات فبترتبط من اتجاه السلفر. واذا عرفنا ذلك عمليا من خلال جهاز الاي ار. معادله التفاعل اللي عندنا زي ما احنا شايفينها بهاي الشكل، بدي اعرف كل مادة شو كان الهدف من استخدامها. اول اشي الثيوريا ليش استخدمناها؟ حكينا source of ligand وكمان reducing agent، بينما الكبر سلفيت والoxidation state للكبر هون بيكون بلس 2 وبعدين بيتحول عنا لبلس 1. الكبر سلفيت source of Cu plus 2، Cu plus 2 اللي رح يصير لها reduce to Cu plus 1. فهذا هو السبب استخدام الكبر سلفيت، إذا source of Cu plus 2 اللي رح يصير لها reduce to Cu plus 1. هلا ممكن احنا بخلال التجربة نعمل عملية recrystallization، حكينا إعادة البلورة ليش بنعملها؟ عشان نزيد نقاوة الكومبلكس الموجود عندنا. هلا فعليا من ناحية عملية شو اللي راح نشتغله؟ راح نشتغله راح نوزن 2.5 جرام من الثيوريا ونحطهم ب15 مل ووتر، و2.5 جرام من الكبر سلفيت ونحطهم 2.5 ونحطهم ب15 مل ووتر. بعدين هاي الإضافة بتكون جوا التلج وهاي الإضافة جوا التلج، بعدين بنضيف المادتين على بعض بيكر تاني كله جوا التلج يعني مع التبريد، بنضيفهم طبعا شوي شوي مع التحريك. وانا قاعد بضيفهم راح الاحظ انه بلش الكومبلكس يتكون عندي الراسب الابيض. مجرد ما خلصت اضافه بعمل سمبل فلتريشن وبحصل على الكومبلكس، وبامكاننا نعمل ريكريستلايزيشن لاعاده تنقيه الكومبلكس. هلا السولفنت اللي استخدمناه بهاي التجربه الووتر. وهيك بنكون خلصنا شرح تجربه اليوم، يعطيكم العافيه.